بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، أصدقائنا الأطفال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علم ومرح، حلقة ممتعة إن شاء الله مع الحلوين اللي موجودين معانا وأيضا مع فقراتنا المنوعة، فكونوا متابعين لنا من الآن وحتى 11 صباحا. فأهلا وسهلا بالجميع وأصبح على زملائي يزيد وتسنيم، فصباح الياسمين. صباح الخير والبركات خديجة ويزيد، ومن علم ومرح نقول صباحكم خير وبركة مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في انطلاقة جديدة، ساعة ونصف من الزمن نأخذكم مع قطار علم ومرح. فقراتنا متنوعة وجميلة بتواجد الصغار وإبداعاتهم وبالتأكيد مشاركاتكم الطيبة، كونوا لنا من المتابعين وحياكم الله. نحن أبناء الغبيرة نرفع الرأس اعتزازا، وهنا السلطان رمز بشغاف القلب فازا، كل من سار بدرب خلفه العلياء فازا، وعمان فيض الحب رفرفت مثل اليمامة نحو قابوس الأبية، إنه رجل السلامة في حمى السلطان صرنا أرض حب ووئاما. نحن أبناء الغبيرة نرفع الرأس اعتزازا، إننا من أرض مجد قد رسمناها امتدادا. صباحكم عمان الجميلة، صباحكم قابوس السلام مشاهدين الكرام، أصدقائي الأطفال في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، وأكيد أصبح على أصدقائي الأطفال الرائعين الموجودين معنا اليوم في الاستديو، وأقول صباح الخير والياسمين والتفاؤل لك يا تسنيم وخديجة. صباح الابتسامة الجميلة يا يزيد، ودائما كذا كلمات يزيد تعطينا طاقة إيجابية، ابتسامة من الصباح، أجواء حلوة، والحلوين اللي اليوم موجودين معانا أكيد في الاستوديو، فحلقتنا راح تكون ممتعة أصدقائنا الأطفال. خلونا نتعرف على الحلوين الموجودين معانا في البداية، وإن شاء الله خلال الحلقة راح نتعرف على مواهبهم المختلفة. تعرفينا على اسمك يا شاطرة؟ نور بنت بدر حراسي. أهلا وسهلا يا نور. المعتز بن بدر الحراسي. يا أهلا وسهلا. قمر بن بدر الحراسي. يا أهلا يا قمر. شيخ علي سالم العلوي. يا أهلا وسهلا. شيخ سالم العلوي. مرة ثانية قولي اسمك. يلا من اسمك؟ شهد علي العلوي. شهد، تعطي الميكروفون. حسين بن طلال سالم علي العلوي. يا أهلا وسهلا. معتز بن ناظم سعيد الرحبي. أهلا وسهلا. عمر بن عابر راشد السعيدي. أهلا وسهلا. علي بن أحمد بن علي المنصوري. يا أهلا. شمة بنت محمد القريري. يا أهلا. عبد الرحمن بن محمد راشد القابري. إذن أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الصغار مواهبهم الجميلة وبأحلامهم الكبيرة، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام بإمكانكم المشاركة والحضور في الاستوديو أو سماع حتى مشاركاتكم الجميلة في الاتصالات عن طريق مسابقة لغتنا الجميلة أو حتى عن طريق سحبنا الأسبوع على سؤالنا الأسبوعي، ودائما ذكركم أن السحب راح يكون اليوم بإذن الله، كل هذا عن طريق فقط رسالة نصية قصيرة على أرقام برنامجنا، ونقولكم صباحكم وطن عمان الذي يرفرف على أمجاد السلام، صباحكم أحلام صغار. Thank you.
بكم أصدقائنا الأطفال متابعينا الأحبة، ونرحب بكل من انضم لمتابعة علم ومرح خلال هذه الدقائق. سعيدين بمتابعتكم لنا وأيضا بمشاركتكم لنا أصدقائنا الأطفال، وإذا حابين أنكم تكونوا من الأطفال اللي يزورونا في الاستوديو وينورونا أيضا بمواهبهم المختلفة، ما عليكم إلا أنكم ترسلوا اسمكم الثلاثي وموهبتكم على الأرقام اللي دائما تظهر على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. وأيضا أصدقائي الأطفال إذا حابين تشاركوا مع يزيد في مسابقة لغتنا الجميلة، ما عليكم إلا أنكم ترسلوا أيضا على الأرقام المخصصة للمشاركة في المسابقة. ونذكركم أن اليوم عندنا سحب لمبلغ 200 ريال عماني على فائزين، لكل فائز 100 ريال عماني. وأيضا توقف أن نحن نستقبل رسائلكم في هذا اليوم، فإن شاء الله حظ موفق للجميع. ورح نطرح سؤال آخر، وعندكم مدة أسبوع أصدقائي الأطفال تقدروا أنكم ترسلوا لنا الإجابة الصحيحة عبر هذه الأرقام. يزيد وتسنيم كيفكم؟ صباح الخير، وإيش هالابتسامة والجمال والكشخة؟ تسنيم يلا صباحك خير وبركة خديجة ويزيد، وما شاء الله دائما أنتم منورين، وأيضا أصدقائنا الأطفال الحلوين منورين، ودائما إحنا طاقتنا إيجابية بوجود هؤلاء الصغار بإبداعاتهم وتألقهم. وأنت كيف صباحك يا يزيد؟ الحمد لله، أصبحت وأصبح الملك لله يا تسنيم يا خديجة، وأكيد أنا متحمس كثير عشان نتعرف على هذه المواهب الجميلة الموجودة معانا اليوم في الاستديو. يزيد بعدين كذا تعطينا الشعر شوية نغير المود، تصير أنت الموهبة اللي معانا وتشاركنا بشعر إن شاء الله. إن شاء الله خلال الحلقة إن شاء الله يا يزيد. إيش رأيكم نبدأ مع أصدقائنا الحلوين ونروح لصديقنا المعتز؟ معتز جاهز معانا؟ يلا تفضل معانا. اليوم عندنا اثنين المعتز، لما قلت المعتز الثاني شافني، رح نرجع لك يا بطل. يلا تفضل معانا يا المعتز، تاخذ الميكروفون. كيف حالك يا بطل؟ بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ بخير. من أي ولاية زايرنا يا المعتز؟ ولاية برا. يا أهلا وسهلا فيك المعتز، ما شاء الله عليك كاشخ ومبتسم. مع من جاي اليوم البرنامج؟ مع أخواني. أخوانك نوجه لهم تحية، ولكل أولياء الأمور اللي موجودين معانا اليوم في الأستوديو. المعتز في أي صف؟ خامس. صف الخامس. إيش أكثر مادة تحبها في المدرسة؟ رياضيات الإنجليزي. رياضيات واللغة الإنجليزية. كم جبت فيهم الفصل الأول؟ إنجليزي 81، والرياضيات 87. يا سلام شطور يا صديقنا. طيب وإيش حاط كذا طموحك بعدين في الفصل الثاني، إيش راح تسوي؟ إن شاء الله نجح. تجيب أعلى من هذه الدرجات إن شاء الله؟ أيوة. دائما تذاكر وتحب تروح المدرسة؟ أيوة. شطور يا صديقنا. خبرنا إيش تسوي في المدرسة لما تروح؟ أناقش مع زملائي في حل النشاط. جميل شطور يا صديقنا ما شاء الله عليك. إيش راح تقدم لنا؟ شعر. نسمع الشعر بصوت عالي، لكن وانت تشوف هنا على الكاميرا. يلا يا بطل. قبض إيد التاريخ بيديه وقال الآن أبى أشوفك فرحة وطن شاف سلطانه، برع فقر نوف أنبر غنت له الأغصان، وسنة 48 تمايل بالطبل طربانة، وبحل العرب لملم بحضن خليج عمان، وقر السحب العازي وهالودانة حمران حمران غمزة عين أهدت قبل سمحان، وسمحان بخر هرمز بريحة البانة، تغرب تغرب وحط العلم في غربته نيشان، وتخرج ما لازم ثاني صاب نيشانه، ونادت عمان رجعت واطلق القنحان، رجع يحمل آمال الوطن وسط الأعيانه، تغازل بيوت الطين في داره العمران، حشمها ولا صاحت له بيوم من هانا، سياسة ما تدخل في باقي الأوطان، يعزف بأوتار السلام اللي أعذب الحانه، لقابو سيرته شوفها في جبين عمان، كذا قالها التاريخ صح الله لسانك، كذا قالها التاريخ صح الله لسانك. صح لسانك يا المعتز ويستاهل تحية. ما شاء الله عليك. لا أصدقائنا لا تحية ما حلوة، أنا ما حبيت. يلا نعيدها مرة ثانية، 1 2 3. يستاهل المعتز تحية كبيرة. المعتز ما شاء الله عليك كذا ألقيت بأسلوب حلو، وصوتك ونبرتك جميلة في الإلقاء. إيش حب تصير لما تكبر؟ إن شاء الله تكون طيار. طيار ما شاء الله حلم وطموح جميل. كيف فكرت تصير طيار؟ يعني مثلا شفت أحد طيار وحبيت تصير مثله، أو كذا من عقلك حبيت تكون طيار؟ بس من عقلي.
بس من عقلك حبيت تكون؟ إن شاء الله تصير طيار في المستقبل يا صديقنا، الله يحقق لك حلمك، ودائما كذا عمان تفتخر بمثلكم بمثل مواهبكم الجميلة يا صديقنا. شكرا لك يا المعتز، تعطيني الميكروفون ترجع مكانك. شكرا لك يا بطل. نروح للمعتز الثاني علشان ما يزعل. تعال يا بطل شوي شوي وانت تنزل. أيوة تعال تاخذ الميكروفون توقف هنا. أيوة هنا هنا هنا. أيوة كيف حالك يا المعتز؟ كيف حالك؟ بخير. معتز مع من جاي البرنامج؟ من أبوي وأمي. أمك وأبوك نوجه لهم تحية. المعتز تروح المدرسة؟ في أي صف؟ كيشي ون. يا سلام، وتحب دائما تروح الروضة كل مرة؟ وتحب تذاكر دروسك؟ طيب خبرنا إيش يعلموكم في الروضة؟ أنا كبيرة وما أروح الروضة، إيش يعلموكم هناك؟ يعلمونا ألف باء. تعرف تقول ألف باء؟ تعرف تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد العشرة؟ إنزين إيش رأيك نحسب أنا وإنت مع بعض؟ يلا لكن تكون بصوت عالي عالي عالي. إنزين يلا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يستاهل تحية كبيرة. خلاص نحن قلنا للعشرة عاد ما نزيد أكثر من العشرة. إيش تقدم لنا اليوم؟ شهودة الشرطة. إنزين تحط كذا الميكروفون مرة ثانية. إيش تقدم لنا؟ نشودة الشرطة. نشودة الشرطة، لكن الشرطة صوتهم عالي وهم أقوياء، وانت أيضا قوي وصوتك عالي. إيش رأيك تشوف على الكاميرا هنا؟ أيوة يلا وقولنا يلا مرة ثانية لكن بصوت عالي ونشودة الشرطة يلا عشان بعدين نعطيك تحية كبيرة. يلا يا حي يا قيوم. صحيح يا حي يا قيوم فضلنا عمان أبية تدوم وبالحسى تزام يا ظلها رخاء من خيرك العميم يا ظلها رخاء من خيرك العميم. ما شاء الله يستاهل تحية. المعتز ايش حب تصير لما تكبر؟ شرطي. شرطي علشان كذا انت غنيت اغنية الشرطة؟ يا سلام. طيب الشرطة ايش يسوي؟ تعرف ايش يسوي الشرطة؟ يمسكوا الحرامية. وغير انهم يمسكوا الحرامية ينظموا المرور، ايضا يحميوا الوطن. صحيح، وان دائما هم يكونوا موجودين في كل مكان. صحيح يا صديقنا. من شرطي وانت حبيت تصير شرطي مثله؟ لانه يمسك الشرطة. لا انت حابة تصير شرطي. من شفت شرطي وحبيت تصير مثله شرطي؟ البابا هو شرطي؟ حبيت تصير مثله شرطي؟ يا سلام شطور يا صديقنا، يستاهل تحية. حيو المعتز، حاب تقولنا أنشودة ثانية؟ نحن حبينا صوتك. ما حافظ أي أنشودة في المدرسة؟ ما يقولوا لكم شيء هناك؟ ترفع الميكروفون كذا؟ أيوة. حاب تقولنا أنشودة ثانية؟ لا بس خلاص؟ شكرا لك يا المعتز، تفضل مكانك. شكرا لك، تعطيني الميكروفون. شكرا حبيبي، شكرا. والحين نرجع لي زيد ونروح لمكالمة معه. ما شاء الله عليك يا معتز، ابهرنا بهذا الصوت الجميل. لكن للمعلومة فقط أن النشيد اللي أنشده صديقنا معتز هو نشيد مشترك لجميع قوات السلطان المسلحة. أما الحين خلنا ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا فيك يا صديقتي موزه، من وين تكلمينا؟ من الرستاق. صديقتي موزه لو تسمحي اعطيني اسمك الثلاثي كامل. اسمي موزه سالم مبارك عبد اسمي موزه سالم مبارك السعدي. والنعم فيك يا صديقتي موزه. فاهمه مسابقه لغتنا الجميله يا موزه؟ ايوه. يلا نشوف المسابقه. طبعا مثل ما تعرفي يا صديقتي موزة الحين بتظهر لنا فقرة. هذه الفقرة ظهرت لنا فيها ثلاثة فراغات، ومن خلال الخيارات الموجودة أعلى الفقرة تكملي هذه الفراغات. طيب
طيب يا موزة؟ طيب. طبعاً يجب عليك أنك توصل صديقنا لنهاية الحارة. والحين خلنا نشوف الفقرة. تقول الفقرة: يقضي سعيد ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، فوجهت أخته نورة له بعض فراغ. القراءات؟ لا يا صديقتي، غيري. يلا أسرع يا موزة. النصائح؟ النصائح ممتازة. وقالت: عليك أن تختار لنفسك ألعابا مفيدة فراغ وللجسم وللروح. للعقل؟ للعقل ممتازة، للعقل وللجسم وللروح. وألا تجلس ساعات طوال أمام شاشة فراغ الحاسوب. الحاسوب ما شاء الله عليك يا موزة، فذلك فيه ضرر وإرهاق لعينك ولجسمك وعقلك. ما شاء الله عليك يا موزة، بالفعل استطعت أنك توصل صديقنا اللي تجول في الحارة العمانية إلى نهاية هذه الحارة، وربحت معنا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك يا موزة وإلى اللقاء. نأخذ مكالمة أخرى الحين ونقول السلام عليكم يا صديقتي الزهراء. وعليكم السلام. يا الزهراء علي صوتك عشان يكون صوت وصوتك واضح معانا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا فيك يا الزهراء، اعطيني اسمك الثلاثي. زهراء خميس مبارك الرشيدي. اهلا وسهلا فيك، ومن وين تكلمينا؟ وسطك. من اي ولايه؟ السويق. من ولايه السويق. وأكيد نحيي ونرحب بكل أصدقاء الأطفال ومشاهدين الكرام اللي تابعونا من خلف الشاشات من ولاية السويق. الزهراء، أنت تتابعي برنامج علم ومرح دائما؟ يا الزهراء. لا. أنت تتابعي برنامج علم ومرح دائما؟ أيوة. وإيش أكثر فقرة تحبيها في البرنامج؟ فقرة الأسئلة. فقرة الأسئلة اللي هي مسابقة لغتنا الجميلة، صحيح؟ أيوه. يلا خلنا نلعب مع بعض هذه المسابقة. أكيد بما أنك أنت تحب المسابقة فاهم المسابقة، صحيح؟ أيوه. يلا نشوف الفقرة. من المفاتيح العجيبة لضمان سلامة فراغ. يلا أسرع يا الزهراء. آخر خيار على اليسار. الغذاء. الغذاء ممتازة. المحافظة على النظافة وطبخ فراغ. الطعام. الطعام ممتازة جيدا. والتأكد من سلامة المياه وعدم استخدام الطعام بعد انتهاء صلاحيته وغسل الخضروات والفواكه جيدا. أيضا صديقتنا الزهراء أجابت كل الإجابات الصحيحة وربحت معانا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. زهراء. نعم. أنت تحافظ دائما على الغذاء الصحي؟ أيوة. ممكن تعطينا معلومة بسيطة عن الغذاء الصحي يا زهراء؟ أكل الفواكه والخضروات. أيوة. والألبان وغيرها من الأشياء المفيدة للصحة. ما شاء الله عليك يا الزهرة. وإيش نصيحتك لأصدقاء الأطفال اللي هم يتناولوا أو يأكلوا الوجبات السريعة؟ يجب عليهم التقليل منها. صحيح يا الزهراء، شكرا لك على هذه النصائح الجميلة، وأكيد ربحتي معنا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى اللقاء، وشكرا لك على هذا الاتصال الجميل. شكرا لك يا زيد، ونشكر صديقتنا المتصلة. أصدقاء الأطفال، ناخذ فاصل ومن ثم نعود لاستكمال علم ومرح معكم، كونوا لنا من المتابعين. وما الذي سيقال؟ صمت الكلام
وتسير خلف مسيرك الأجيال دائما ماضونة على العهد سيدي قابوس، ماضونة على هذا العهد وعلى هذا الوفاء والعرفان والحب والامتنان لكل ما قدمته لهذا الوطن العظيم. ومتواصلين معكم بالتأكيد مع علم ومرح. وقبل الفاصل يزيد والزهراء كلمونا عن موضوع مهم للغاية، وهو موضوع التغذية للجسم وأهمية الغذاء الصحي. الحين راح نتكلمكم عن تغذية لكن من نوع آخر، التغذية الفكرية والعقلية، من خلال فقرة يستحق القراءة. ومثل ما عودناكم لدينا طالب أو طالبة موهوبة من إحدى مدارسنا العمانية الزاخرة، وطفل دائما يكون متميز في حب القراءة، ولأنها دائما هي السراج والبناء الذي يبني الحياة ويصنع العقول. هنا جاءت فكرة يستحق القراءة. دعوني أرحب بضيفة فقرة يستحق القراءة، حياك الله يا شمة. الله يحييك شمة، تعطيني اسمك الثلاثي ومن أي مدرسة؟ أنا الطالبة شمة بنت محمد بن عبد الله القريني من مدرسة الهداية للتعليم الأساسي بولاية الخابورة. حياك الله يا شمة، صف كم؟ صف السابع. صف السابع، انزين يا شمة. دائما السؤال اللي أحب أبدأ في فقرة يستحق القراءة، لماذا نقرأ؟ نقرأ لنذهب إلى عالم آخر وننمي هذا العقل لدينا، لأن القراءة هي الطريق المنير لعقل الإنسان. ما شاء الله عليك يا شمة. شمة اليوم جابت لنا كتاب كبير فعليا لكنه أيضا جميل بالقصص اللي فيه، تكلمينا عن الكتاب شوية؟ هو قصة للأطفال ممتعة ومسلية، اسم القصة البطة الصغيرة. يعني في لديه أشياء، يعني مجموعة من القصص؟ أيوه. جميل، انت قلتي لي انه انا حافظه تسنيم من مجموعه من القصص الموجوده هنا. نعم. ايش رايك تقرأينا او تسردي لنا بعض من هذه القصص باسلوبك الخاص؟ حسنا، سوف اسرد قصه البطه الصغيره باسلوب الشخصيات. جميل. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك بطه صغيره تعيش مع امها واخواتها قرب بركة الماء، وكانت تحب أن تأكل الكثير من الحبوب، إلا أن أخواتها كانا يشاركنها في الطعام، فلم تحصل على الحبوب إلا القليل. وفي يوم من الأيام قررت البطة الصغيرة أن تذهب وحدها وتبحث عن الطعام لكي تأكله وحدها. فذهبت، وفي الطريق سمعت صوت بقرة، فذهبت إليها وقالت لها البقرة: تفضلي وكلي من طعامي. حاولت البطة أن تأكل العشب، لكن العشب كان قاسيا وليس لها أسنان لتقضمه، فشكرت البطة البقرة وذهبت في الطريق. وإذ بها تسمع صوتا عاليا، فركضت وهربت واختبأت بين الأعشاب. حين رأت من حولها، رأت أن هذا الصوت هو صوت الحصان، فذهبت. وإذ بها مرة أخرى تشاهد جروا صغيرا، فقال لها الجارو وهو يأكل العظمة: تفضلي وكلي من طعامي. فقالت له شكرا وتابعت طريقها. وإذ بها تسمع صوتا مخيفا، فهربت واختبأت. فقفز أمامها ثعلب ماكر وقال لها: يا سلام، ما أطيب لحم البط، إنها بطة تكفيني للغداء وللعشاء. فهربت حتى وصلت إلى البركة، فسبحت إلى أن وصلت إلى أمها وقالت لها: لن أطمع أني أرضى بمشاركة أخواتي بالطعام، ولن أرضى بأن أصبح طعاما للثعلب المحتال. النهاية. ما شاء الله، تستاهل تحية شمة. ما شاء الله، أنت بعد يعني ممثلة رائعة وموهوبة، وابتسامتك جدا جميلة، احنا فخورين فيك يا شمة. طيب شمة، ايش نستفيد من هذه القصة؟ هذه القصة عشان الأطفال نستفيد منها ان عدم الطمع بما لدينا ومشاركته عند الجميع. وايش هي الأشياء اللي تحب تشاركيها الآخرين شمة في حياتك؟ الألعاب. جميل. يعني حتى المعلومات، صحيح شمة؟ صح. وفي الدراسة حنتعاون مع الآخرين. طيب شمة، عندي لك سؤال، كم مرة تقرأين؟ يعني إذا مثلا قلنا في الأسبوع تقرأين يوميا، تخصصي وقت القراءة؟ أخصص وقت للقراءة. وكم كتاب يعني قرأتي تقريبا؟ الكثير من الكتب؟ ما شاء الله. عندك تحبي تبدأي تكتبي قصص؟ فكرتي في هذا الموضوع شمة؟ أيوة، كتبت قصة. ما شاء الله، وإيش كان عنوانها؟
البلاد. ما هو البلد؟ ما هو البلد؟ جميل يا شما، ما شاء الله عليك خيالك واسع. نتمنى في يوم من الأيام تشوفك كاتبة كبيرة بأحلام كبيرة. إيش تكوني لما تكبري يا شما؟ معلمة. معلمة أي مادة؟ لغة عربية. ما شاء الله، من أمس أصدقائنا الأطفال يكتبوا القصص ويقرأوا القصص ويريدوا يكونوا معلمين لغة عربية. إن شاء الله نشوفك أجمل معلمة لغة عربية تسرد القصص الجميلة للأطفال. طيب شما، بما أنك متحدثة لبقة وطفلة رائعة وموهوبة، إيش هي الكلمة اللي توجهيها للأطفال وأيضا للمشاهدين الكرام حتى تصبح القراءة عادة يومية لهم؟ أوجه لهم هذه الرسالة بالاستمرار في القراءة، لأن القراءة مهمة جدا للإنسان، وهي تغذية للروح والعقل، ويعني هم يخصصوا وقت محدد في اليوم وحتى لو نص ساعة للقراءة. ما شاء الله عليك يا شما، أتحفتينا اليوم بتواجدك هذه الدقائق الجميلة معك ثمينة وكبيرة. والله يحفظك، أنت صغيرة بأحلامك ولكن بطموحك، وتنمية هذه الأحلام والطموحات أنت أكبر وأكبر. رائعة يا شما وتستاهل أكبر تحية يا شما. إذن إحنا نشكر شما، شكرا لحضورك وتواجدك معنا، وبالتأكيد متواصلين مع الفقرات الجميلة. نروح ليزيد ونسمع مكالمة أخرى. شكرا لك يا تسنيم، وأيضا أشكر صديقتي شمة على هذه القصة الجميلة. خلنا الحين ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم يا صديقي تركي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك يا تركي، من وين تكلمنا؟ من قعلان بن أبو علي. أهلا وسهلا فيك، أعطيني اسمك الثلاثي يا صديقي تركي. تركي محمد علي جابري. والنعم فيك يا صديقي تركي، فاهم مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. وجاهز للمسابقة؟ نعم. يلا نشوف المسابقة يا تركي. مثل ما تعرف يا تركي، الحين ظهرت لنا فقرة فيها ثلاثة فراغات، ومن خلال الخيارات الموجودة أعلى الفقرة تكمل هذه الفراغات يا صديقي تركي. تقول الفقرة: تعلمنا اليوم في المدرسة أن المعدة بيت فراغ الغداء. لا يا صديقي، غير. الداء. الداء، ممتاز. فلا ندخل عليها إلا طعاما آمنا وفراغ صحيا. صحيا، ممتاز. ولكي يكون طعامنا صحيا، يجب علينا أن نتعلم ونتثقف عن شروط ومواصفات فراغ الغذاء الصحي. الغذاء، يا سلام عليك، الغذاء الصحي السليم ومكوناته. تقول الفقرة يا صديقي تركي: تعلمنا اليوم في المدرسة أن المعدة بيت الداء، فلا ندخل عليها إلا طعاما آمنا وصحيا. ولكي يكون طعامنا صحيا، يجب علينا أن نتعلم ونتثقف عن شروط ومواصفات الغذاء الصحي السليم ومكوناته. ما شاء الله عليه، صديقنا تركي جاوب كل الإجابات الصحيحة، وأكيد ربح معانا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك يا تركي، وناخذ مكالمة أخرى ونقول السلام عليكم يا صديقي أبو بكر. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك يا أبو بكر، أعطيني اسمك الثلاثي كامل. أبو بكر محمد. والنعم فيك يا أبو بكر، إيش قبيلتك؟ يلا يا أبو بكر عيد اسمك. أبو بكر بن؟ أبو بكر. أيوة. خميس حربي. الحربي، أهلا وسهلا فيك، من وين تكلمنا يا صديقي؟ من صور. من ولاية صور، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن نعرف ولاية صور فيها أماكن جميلة مثل رأس جنز اللي فيها محمية السلاحف، وأيضا ولاية صور تشتهر بسفينة، تعرف اسم هذه السفينة يا صديقي أبو بكر؟ لا يا صديقي، إيش اسم هذه السفينة المشهورة في ولاية صور؟ أعطيه الكلمة الأولى يا زيد. فتح. طيب يا صديقي أبو بكر، على العموم هي سفينة فتح الخير. جاهز لمسابقة لغتنا الجميلة يا أبو بكر؟ نعم. يلا نشوف المسابقة. تقول الفقرة:
وصلنا القرية عصرا، دخلنا بيت جدي وشرعنا في ترتيب أغراضنا. سمعت من غرفتي صوت فراغ، أطفال، صوت أطفال ممتاز يتنادون للعب. نظرت من النافذة، ممتاز، نظرت من النافذة فإذا بهم قد أعدوا بعض العلب الفارغة وكرة صغيرة من المطاط. ما شاء الله عليك. وأعلن أحدهم قائلا: هيا نبدأ لعبة العنبري. تقول الفقرة: يا صديقي أبو بكر، وصلنا القرية عصرا، دخلنا بيت جدي وشرعنا في ترتيب أغراضنا. سمعت من غرفتي صوت أطفال يتنادون للعب. نظرت من النافذة فإذا بهم قد أعدوا بعض العلب الفارغة وكرة صغيرة من المطاط. وأعلن أحدهم قائلا: هيا نبدأ لعبة العنبر. يا سلام عليك يا صديقي أبو بكر، ربحت معانا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك وإلى اللقاء. أكيد مشاهدينا الكرام أصدقاء الأطفال، نحن بعد ما استمعنا إلى هذه القصة الجميلة من صديقتنا شمة واستفدنا منها، أكيد نحن نستفيد من هذه القصص لأنها بالطبع هي تمتلك أو تتكون من عدة عبر وقيم. خلنا الحين نشوف أحد الفقرات الجميلة في برنامج علم ومرح، وهي فقرة حكواتي مع زميلتي خديجة أو تسنيم. يلا ما عليك، كلنا واحد. إذا الحين وصلنا إلى فقرة الحكواتي مثل ما قال يزيد، وشفنا شمة وهي تسرد الحكايات الجميلة عن طريق استخدام الشخصيات. هذه هي فقرة الحكواتي، إن يكون هناك شخص مهتم في هذا المجال يلقي مجموعة من القصص لكن بطرق مبتكرة أو باستخدام الدمى أو غيرها من الأمور التي توصل الرسالة أو الهدف من القصة. ومثل ما عودناكم عن طريق فقرة الحكواتي نستضيف الأستاذة ميثم مندرية، مهتمة في مجال أدب الطفل وسرد الحكايات وتحديد أدب الحكواتي. خلونا نقول صباحك حكايات جميلة أستاذة ميثم. اليوم متشوقين نعرف حكاية اليوم عن ويش وإيش هي الحكاية؟ حكاية اليوم سماء ملونة. ممكن هذه القصة مناسبة اليوم لمعتز وأصحاب الأطفال الصغار. يا سلام، خلاص معتز انتبه في القصة لأن القصة جميلة. يلا نبدأ على بركة الله أستاذة ميثم. يلا. السماء صافية، مرت سحابة بيضاء أمام الطفلة في السماء. ذهبت السحابة البيضاء، فماذا يأتي بعد ذلك؟ طائرة ورقية أرجوانية اللون. جاءت طائرة ورقية أرجوانية اللون. طارت الطائرة الورقية بعيدا، فماذا سيأتي بعد ذلك؟ ماذا سيأتي بعد ذلك؟ جاء بالون برتقالي اللون. جاء بالون برتقالي اللون. طار البالون البرتقالي بعيدا، فماذا سيأتي بعد ذلك؟ ماذا سيأتي بعد ذلك؟ جاء قمر ذهبي اللون. جاء قمر ذهبي اللون. اختفى القمر الذهبي اللون. اختفى القمر ذهبي اللون، فماذا سيأتي بعد ذلك؟ ماذا سيأتي بعد ذلك؟ جاءت الشمس حمراء اللون. جاءت الشمس حمراء اللون. وبدأنا يوم جديد.
وهذه هي قصتنا لليوم للبراعم الصغار. ما شاء الله أستاذة ميثا، قصة جميلة. نشوف أن اليوم القصة أخذت طابع مختلف، يعني مثلا في العادة مثلا نستفيد قيم مستفادة، لكن اليوم تعلمنا أن القصص أيضا من خلالها نوصل رسائل أو نعطي الأطفال معلومات عن الأشياء الحسية الموجودة في الكون مثل السماء. ممكن تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع، أهمية هذه المفاهيم وترسيخ خالد الأطفال عن الأشياء الحسية الموجودة حولنا؟ تمام، هذه قصة للأطفال المرحلة تقريبا من سنتين إلى 4 سنوات. يتعلم الأطفال الألوان والأشياء والأشكال، ثم التدريج، يعني كل مرة شيء، أولا سحابة، ثم مرت سحابة، ثم طائر، ثم يعني كل مرة شيء، وننتقل من خلال شيء إلى آخر عن طريق سؤال وماذا يأتي بعد ذلك، فيتشوق الطفل ماذا يأتي بعد ذلك، ما الشيء الذي سيأتي بعد هذا الشيء. صحيح، دائما الأسئلة لماذا وغيرها تحفز من عقول الأطفال وتدفعهم للتفكير بشكل أفضل، وأيضا تجعلهم يدركوا الأشياء المحسوسة حولهم. فهذه القصص المختلفة الجميلة هي عالم جميل، وحتى هذه الأشياء اللي ترسميها وتصنعيها وتحضريها لنا بحد ذاتها جمال، وإحنا نتحمس دائما لرؤيتها. نشكر أستاذة ميثا المندرية طبعا دائما لحضورها في فقرة الحكواتي وبهذه القصص الجميلة التي تتحفنا من خلالها. شكرا لك يا أستاذة ميثا، وبالتأكيد إحنا متواصلين مع فقرات البرنامج المختلف بمواهبه واتصالاته ومشاركاتنا المختلفة. كونوا لنا من المتابعين، فاصل وبالتأكيد لنا عودة. سلام لك يا سيد عمان مرسول. سلام لك يا سيد عمان مرسول، من شعبكم آية ولاء وعرفان، الكل أمني على لسانه أقول إنه يحبك حب ما حبه إنسان، والكل حلفني ولو شرحي يطول، لو يعجز لساني أبتسلف لسان. أقول يا مولاي وأقول إنك لهذا الشعب نبض وشريان، وإنك سمانة والمشاعر لك سيول، ولا أنا لك بحر والحب شطآن، لأنك كرمت وجوه وقلوب وعقول، وحشمتنا وعزيتنا وقلت يا عمان إن البشر أغلى وهم محصول، وإن الحضارة تنبني بفكر وذهان، وقلت المواطن واجب يكون مسؤول ويصير لبلاده مناره وعنوان، ويصير لبلاده مناره وعنوان. وأسست فينا حب للعلم وميول، وعلمتنا أن العزم يبني أوطان، وعلمتنا أن المسافة لو الطول بالصبر والإخلاص كل الصعب لا، وعلمتنا يا سيدي طول ونطول بعزومنا ونحقق الحلم بتقان، وعلمتنا نص رجل أفكارنا خيول ونتسلح بآيات علم وإيمان، ونتسلح بآيات علم وإيمان. مولاي هذا عمان والخير مدلول، نتفاخر بحكمك على مر الأزمان، قابوس فخر الأرض بالعرض والطول، رمز الكرامة والمعزة والإحسان، قابوس ويصير الفضا خير هملول، تنبت به قلوب وتبصر به عيان، قابوس تاريخ بك صار مذهول، يكفيه ذكر اسمك وبيعتلي شان. أقسم قسم يا سيدي حبك يجول،
في دمنا ونتنفسه سر وإعلان مولاي. يا بطل كيف الحال؟ الحمد لله بخير. تعرفنا على اسمك مرة ثانية؟ عبد الرحمن بن محمد راشد القابري. يا أهلا وسهلا بعبد الرحمن. عبد الرحمن في أي صف؟ السادس. قدمت لنا أحد الفنون القتالية الجميلة وهو فن؟ الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس اللي هو فن التايكواندو صحيح؟ هي. متى بدأت في هذا الفن؟ 2014. من 2014 ما شاء الله، يعني كنت صف كم؟ تقريبا أو بعدك ما داخل المدرسة؟ داخل لكن بالضبط ما أعرف. يعني كنت صغير صحيح؟ أيوة. كيف جاتك الفكرة أنك تدخل وتلعب هذا الفن أو تبدأ في هذا الفن؟ من التلفزيون أو الشوارع، شفت صالة يعني عجبتني حاولت أقربها وعجبتني يعني. جميل يا صديقنا. إيش هي المشاركات اللي شاركتها والبطولات اللي ربحت فيها يا صديقنا؟ كوريا ما شاء الله، تايلند 3 مرات ما شاء الله، بريطانيا 2 مرات، لبنان والإمارات تقريبا 3 مرات ما شاء الله عليك يا بطل. ومن دائما يشجعك وواقف معك وينصحك ويعطيك التعليمات اللازمة اللي تسويها؟ الوالد ما شاء الله ما مقصر معاي. أكيد نوجه له تحية، هو موجود معانا اليوم في الاستوديو. والمدرب ما شاء الله شجعني فيه وزادني يعني وحفزني. جميل يا صديقنا. بما أنك تلعب هذا الفن، فكيف تسخره في حياتك أو كيف تستخدمه في حياتك أنت كعبد الرحمن؟ إيش تسوي؟ في فنين، في فن وهمي أيوة، وفي فن حقيقي يعني قدامك شخص أيوة. أو الضارب. أنت اللي سويت لنا يا الوهمي؟ هذا وهمي أيوة، لكن الحقيقي يعني لازم حد قدامي، وهذا اللي انا اقول ايش اروح بطولات بس ما انا اكون قدامك. زين خلنا بعيد. طيب يا عبد الرحمن تروح البطولات وطبعا ما شاء الله عليك ربحت كذا مجموعه من الميداليات اللي استعرضناها قبل شوي، بالنسبه للكؤوس خبرنا عنها. كؤوس هذا كاس من تايلند ما شاء الله، جبت افضل لاعب فيه في البطوله. حط الميكروفون كذا. ايوه افضل لاعب في البطوله ما شاء الله. اما هذا في بريطانيا أيوة. أعطوني كاس لأني حطه هناك علشان يظهر على الكاميرا. أيوة هذا القتال وهمي أيوة لأنه صح أو ضربات قوية ما شاء الله عليك. أما هذا في عمان. جميل. في ترى فريقين يتباريوا، نحن فزنا وأعطونا هذا الكاس. جميل يا عبد الرحمن. في ميداليات هنا. أيوة استعرضنا الميداليات على الشاشة يا عبد الرحمن، بعدنا ما خلصنا تعال. طيب يا صديقنا هو السؤال كان كيف تسخر هذا الفن في حياتك، كيف تستخدمه؟ يعني مثلا حد خنقني او ضربني حاول يضربني انا اقدر ادافع عن نفسي. هو نستخدمه نحن للدفاع عن النفس، لكن ايضا ممكن ان احنا نستخدمه في حياتنا اليوميه نساعد الاخرين صحيح او ان ندافع عن الاخرين، ما كلنا نكون نحن نستخدمه في الاشياء العدائيه يا صديقنا صحيح. صحيح. ايش طموحك وحلمك المستقبلي؟ إني أرفع علم بلادي وأدخل الأولمبياد وأجيب ميدالية ذهبية إن شاء الله. إن شاء الله، وأنت تقدر يا صديقنا بهذا الحلم بهذا الطموح وهذه الإيجابية. طموحتك الأخرى غير عن الفنون القتالية إيش حابة تصير كعبد الرحمن؟ هواية الركض، ماراثون أدخل كلها في الرياضة يعني وهذه الأشياء. جميل يا صديقنا. بالنسبة للجانب الدراسي كيف توفق ما بين دراستك وما بين الفنون القتالية اللي تدربها؟ دراسة استبعدها. كيف؟ استبعد. ليش؟ يعني انت يعني تقسم. ما ابي هالشيء لكن يعني ما
لكن الدراسة مهمة أكيد. يعني لبداية أي بطل ولبداية أي حلم وطموح نحن لازم تكون الدراسة هي البداية. فبالدراسة نحن نقدر نحقق طموحاتنا ونقدر إن نكمل في هذه المشاوير والمجالات المختلفة. يعني مش أي يعني أي إنسان طلع أكيد عنده علم وإنه كان ممتاز في مدرسته وإنه يعني يجتهد في دراسته يا صديقنا، صحيح؟ فلازم جانب الدراسة يكون مهم بالنسبة لك أكيد يا بطل. وأيضا أنت ما شاء الله عليك عندك في هذا المجال وهذه القوة أكيد يا بطل. طبعا خبرنا المرحلة اللي وصلتها في هذا المجال، أي الأحزمة اللي حصلتها؟ أول حزام أبيض، جميل، أصفر، أخضر، أزرق، أحمر، أحمر أسود، لكن نعتبره هذا أسود لأنه يوم عمري 15 أكثر من 15 سنة أو 15 سنة حزام كامل أسود، لكن هذا حزام أسود يعني أقل من 15 سنة. جميل يا صديقنا ما شاء الله عليك. عندك حركة ثانية حاب تقدم لنا إياها يا بطل؟ لا خلاص هذه هي الحركة؟ شكرا لك والله يوفقك إن شاء الله ويحقق لك طموحاتك، لكن الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة هي اللي تكون في البداية يا بطل. شكرا لك ويستاهل تحية، حيو تعطوني الميكروفون. شكرا لك يا عبد الرحمن. نروح لصديقتنا الصغيرة شهد. شهد تتفضلي معانا، تعالي يا شهد. غيرتي رأيك ما تريدي تشاركي؟ طيب أنت وشيخة تعالوا مع بعض، يلا تاخذي الميكروفون تفضلي، واجيب لكم الميكروفون الثاني بعد. تاخذي هذا الميكروفون، يلا وقفي انت معاها يا شيخه. كيف حالكم؟ بخير يا شهد. قولي اسمك بصوت عالي، يلا بصوت عالي. شهد انت علي العلوي. يا اهلا وسهلا يا شهد. شهد تروحي المدرسه؟ تروحي المدرسه في اي صف؟ لا حطي كذا، حطي كذا الميكروفون. ايوه روضة. في الصف الروضة. ايش يعلمكم في الروضة؟ الف. تحطي كذا يعلمكم الف وباء يعني الحروف. زين انا اسمي خديجة، باي حرف ابدا؟ الخاء ولا الالف؟ خاء. خاء. شطورة صديقتنا، شطورة شهد. شهد ايش راح تقدمي لنا؟ انشودة؟ لا نشيد. عندها أنشودة؟ يلا لا. نسمع يا شهد. نشيد. يلا شهودة. الله لا لا ما نسمع، علي صوتك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ساعديها شيخة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه يا غلام ان الله وكل بيمينك يليك وكل يليك مما يليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك يا شهد الشاطره. شهد عندك انشوده بعد حابه تقولي لنا اياها؟ يلا نسمع. ايش عندك؟ يلا يا شهد قولي. طيب تريدي تحية كبيرة يصفقوا لك الصغار؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. حبيتيها التحية يا شهد؟ شطورة. الحين نروح عند شيخة. شيخة كيف حالك يا شاطرة؟ بخير. في أي صف؟ أول. صف الأول ما شاء الله. شيخة مبتسمة من الصباح وكانت تشوف شهد دائما. شيخة تحب تروحي المدرسة دائما؟ أيوه. يا سلام. إيش أكثر مادة تحبيها في المدرسة؟ العربي. اللغة العربية؟ بما أنك تحبي اللغة العربية تحبي تقرأي القصص أو تستمعي للقصص؟ تسمعي القصص؟ أقرأهن. تقرأيهن ما شاء الله عليك شطورة يا صديقتنا. إيش حابة تصيري لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة ما شاء الله، حلم وطموح جميل. علشان تصيري دكتورة في المستقبل إيش لازم تسوي؟ في المدرسة لازم نجتهد، صحيح؟ نذاكر ونجتهد، نسمع كلام المعلمة، بعدين نحقق حلمنا ونصير دكتورة في المستقبل إن شاء الله، أو تصير دكتورة في المستقبل. إيش راح تقدمي لنا يا شاطرة؟ نشيد. أنشودة، لكن لازم يكون صوتك عالي، إنزين؟ نتفق إذا صوتك عالي نعطيك تحية، صوتك ما عالي تعيدين النشيد بصوت أعلى، إنزين؟ يلا وأنت تشوفي هناك على الكاميرا، يلا يا شاطرة.
نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي أحب معلم الغالي أحبك يا معلمتي أرى علمي أرى وطني أرى الدن بمدرستي ويكبر يكبر العصفور من سنة إلى سنة نحتف باسمة أمتنا كلام الله في شفتي تعيش تعيش مدرستي. ما شاء الله تستاهل تحية. شطورة يا شيخة وصوتك حلو إلقائك جميل وأنت دائما كذا ابتسامتك حلوة تفرحنا. شيخة عندك أنشودة ثانية حابة تقدميها؟ يلا نسمعها. في ولا ما في؟ خلاص؟ خلصنا؟ شكرا لك يا شيخة، شكرا لك يا شهد. تفضلوا مكانكم، شكرا لكم. نروح لصديقتنا الصغيرة قمر. قمر تعالي يا قمر. شوي شوي وانت تنزلي يا قمر. تاخذي الميكروفون. كيف حالك يا قمر؟ زينة؟ مع من جاية البرنامج قمر؟ مع من جاية؟ ماما وبابا صحيح؟ هم هناك، شوفي هناك يشوفوكي. سوي لهم باي. ايوه قمر تروحي المدرسه في اي صف؟ كي جي 2 صحيح. انت اختي المعتز صحيح. يا سلام. طيب تحبي تروحي دائما الروضه كل يوم صباح تكوني نشيطه لما تروحي؟ شطوره يا يا قمر. انا كلها اقول شيخه شيخه. شوفي انا حبيت اسمك كلها اقول شيخه. قمر تعرفي ايش معنى اسمك؟ متى احنا نشوف القمر؟ بالليل ولا الصباح؟ بالليل. بالليل. انت تشوفي دائما نفسك بالليل؟ تشوفي قمر؟ شطوره يا قمر. ايش بعد تقدمي لنا؟ رسم. رسم. انت رسمتي هذه الرسومات كلها؟ يلا نشوف رسوماتك مع بعض يا شطوره. يلا ناخذ اول رسمه. ما شاء الله انت رسمتي هذه الرسمه كلها؟ ما حد ساعدك؟ طيب ايش رايك توقفي كذا؟ ايوه علشان يشوفوكي. ايوه شطوره. انت رسمتيها هذه الرسمه؟ عن ايش هذه الرسمه خبرينا؟ بنت وماسكه بالونات صحيح؟ هذه نور؟ هذه نور ولا ما نور؟ نور. نور هي؟ ايوه نور. يلا نشوف الرسمه الثانيه. يا سلام. سحابه وبالونات. قمر انت تحبي البالونات؟ كله بس ترسمي بالونات؟ شطوره يا قمر. بعد هنا في رسمه غير. خبرينا عن هذه الرسمه، ايش الالوان؟ ايش الالوان اللي استخدمتيها؟ ايش هذا اللون؟ اخضر. قولي اخضر. اخضر شطوره. وهذه ورود. شطوره يا صديقتنا تستاهل تحيه حيوها. نحطها هنا، خلاص ما تريدي؟ بعدنا ما خلصنا مسولفين، خلاص؟ شكرا لك، تفضلي مكانك، شكرا. نروح لنور، تفضلي يا نور. تاخذي الميكروفون يا نور؟ كيف حالك يا شاطرة؟ زينة. نور في أي صف؟ رابع. نور أخت المعتز وقمر، ودائما هي تشوفهم طول الحلقة، تقولهم جلسوا زين، وسمعوا الكلام، شوفوا على الكاميرا، وهي شطورة. نور دائما كذا تعتني باخوانك؟ ايوه. ماما تخليهم عندك وتطلع وتشوفيهم انت؟ ايوه. شطوره يا نور، هذا دليل على انك انت بنت يعتمد عليك يا شاطره. ايش حابه تصيري لما تكبري يا نور؟ مهندسه. مهندسه. طيب نوقف كذا زين؟ ايوه ما نتحرك. شطوره عشان تصيري مهندسه في المستقبل. ايش راح تقدمي لنا؟ قصه. قصه. انت كتبتي هذه القصه؟ لا ألفتها. ألفتيها؟ طيب كتبتيها يعني ألفتيها يا نور نفسها صح؟ طيب يلا نسمع القصة مع بعض وانت تشوفي هناك على الكاميرا. يلا يا شاطرة. كان هناك كلب طماع. صوت عالي يا نور ما حد. كان هناك كلب طماع، في يوم من الأيام سرق الكلب الطماع قطعة لحم من إحدى المنازل، ثم ركض بعيدا كي لا يلحق به أحد، ثم وصل قرب النهر وكان عليه تجاوز النهر كي يصل إلى منزله،
ثم رأى انعكاسه انعكاس اللحم قطعة اللحم في النهر، وظن أن هناك لحمة أخرى، فأراد الكلب الطماع أن يلتقطها، وباللحمة التي كانت في فمه تسقط منه وتذهب بعيدا. حزن الكلب الطماع كثيرا وذهب بعيدا خائبا. يا سلام، قصة جميلة. إيش نستفيد منها؟ أن إيش نستفيد من القصة؟ أن الطمع صفة غير حميدة، صحيح؟ دائما تألف القصص يا نور؟ شطورة، تستاهل تحية. حيوة صديقتنا نور. من دائما يصحح لك القصص اللي تكتبيها؟ أمك. وهي دائما توجهك وتقول لك كذا، هذه القصة صحيحة، هذه الكلمة صح، هذه الكلمة غلط. شطورة يا نور، شكرا لك. تفضلي مكانك. شكرا لك يا نور. الحين نروح لمكالمة، نكمل مواهبنا وأصدقائنا الحلوين، ونروح لعلي. تفضل معانا يا علي. تأخذ الميكروفون. علي، كيف حالك يا بطل؟ زين. في أي صف؟ ثاني. صف الثاني، ما شاء الله. علي، من أي ولاية زايرنا اليوم؟ الخوض، ولاية السيب. ولاية السيب، ما شاء الله. إيش يقولوا دائما السيب؟ سكر وحليب، صحيح؟ لأن كل اللي يسكنوا في السيب كذا جميلين وحلوين مثلك يا علي. علي، بما أنك في الصف الثاني، كيف المدرسة؟ زينة. حليت الواجبات اللي عليك؟ أيوة. وذاكرت؟ أيوة. تحب دائما تروح المدرسة نشيط؟ أيوة. ومن جاي معك اليوم؟ أبوي. أبوك. نوجه له تحية. مرة ثانية نوجه تحية لكل أولياء الأمور الموجودين معنا في الاستوديو. علي، إيش حاب تصير لما تكبر؟ ضابط. ضابط، ما شاء الله، حلم وطموح كبير يا بطل. إن شاء الله نشوفك دائما في أعلى المراتب يا علي. إيش راح تقدم لنا؟ شعر. شعر، لكن الشعر لازم يكون بصوت عالي، صحيح؟ يلا نسمع الشعر بصوت عالي وأنت تشوف هناك على الكاميرا. على ذرى شوامخ النخيل وفي سرى نسيمها العليل، وما نحب الرائع الأصول، وما نشوق الزهر للحقول، وما تعيد من البداية، إيش رأيك؟ يلا نسمع من البداية، يلا يا بطل. على ذرى شوامخ النخيل وفي سرى نسيمها العليل، وما نحب الرائع الأصول، وما نشوق الزهر للحقول، وما مجد أطلق الجناح، شراع عزم عانق الرياح، وما نور في العيون لاح، وما يا عطر اللبان فاح، قابوس نعم القائد الرشيد، وشعبه العقول والزنود، شعاره الإصرار والصمود، صحوتنا من فجره الجميل، نهضتنا من عزمه الجليل. ما شاء الله عليك يا صديقنا، يستاهل تحية. حلو، ما شاء الله عليك يا علي. علي، دائما تحب تشارك في الإذاعة المدرسية؟ نعم. يا سلام، جميل. ليش تريد تروح؟ بعدنا ما خلصنا مسولفين معك يا علي. علي، كيف تعبر عن حبك لوطنك غير عن ان احنا نقول القصائد والاشعار مثلا في المدرسة؟ ايش تسوي؟ ايش السلوكيات الصحيحة اللي لازم نسويها مثلا في الصف او في الفصل الدراسي؟ انا مثلا اعطيك سلوك خاطئ وانت تقول لي كيف نصلحه، صحيح؟ يلا مثلا عادي نشخبط على الطاولة ومثلا نكسر الطاولات وما نرتبهن ونخليهم بشكل عشوائي. خطأ. ايش لازم نسوي؟ لا، ما نشخبط على الطاولات. صحيح. ولا نكسر. صحيح، وإن دائما نحن نحافظ على ترتيب صفنا وعلى نظافة الصف. طيب مثلا في الكتاب، ترى نحن الكتاب بنستخدمه وخلاص، بنعطيهم إياه، ما نعرف من بيستخدمه بعدنا، عادي نشخبط فيه ونرسم ونلون ونسوي، صح ولا خطأ؟ خطأ. إيش لازم نسوي بالكتاب؟ نحافظ عليه عشان حد غيره يستفيد منه. صحيح، ان احنا نحافظ عليه مثل ما نحن استلمناه نظيف وجميل، ايضا نرجع نظيف وجميل، صحيح يا صديقنا؟
ما شاء الله عليك يا علي، سهل تحية حيو. شكرا لك يا علي، شكرا لك. نروح ليزيد مع مكالمة. صحيح يا خديجة، ما شاء الله اليوم برنامج علمي ما راح نستضيف مواهب جميلة. وحلو يا خديجة ويا تسنيم أن الواحد يكون عنده موهبة، وأيضا أنت أصدقاء الأطفال تستطيع أنكم تشاركوا معنا في برنامج علم ومرح. ما عليكم إلا ترسلوا كلمة موهبة واسمكم الثلاثي على الأرقام اللي تظهر دائما على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. الحين معانا مكالمة مع صديقتي فاطمة العريمي من جعلان بني أبو علي. أقول أهلاً وسهلاً يا فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام. أهلاً وسهلاً فيك يا فاطمة. في أي صف؟ الصف الثاني. الصف الثاني، أهلاً وسهلاً فيك. ممكن تعطيني اسمك الثلاثي يا فاطمة؟ فاطمة خميس عبد الله العريمي. والنعم فيك يا فاطمة. فاهمة مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. وجاهزة للمسابقة؟ يلا. أكيد؟ نعم. يلا نشوف المسابقة يا صديقتي فاطمة. الحين ظهرت لنا فقرة فيها ثلاثة فراغات، ومن خلال الخيارات الموجودة أعلى الفقرة تكملي هذه الفراغات. طيب؟ يلا نشوف الفقرة. قرأت اليوم عن سيرة الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله، واسمه عبد الله بن حميد السالمي، عالم وشاعر عماني، ولد ونشأ في ولاية بستر. في ولاية من وين يا فاطمة؟ بستر. الرستاق، ممتازة. له مجموعة كبيرة من المؤلفات في علوم فراغ الشريعة. الشريعة واللغة والتاريخ، يا سلام عليك. منها جوهرة النظام في علمي الأديان والأحكام، وتحفة فراغ نعم وتحفة فراغ إيش يا فاطمة؟ البستان. لا غيري. الخيار الثاني على اليمين الأعيان. الأعيان، ممتازة. بسيرة أهل عمان. جاوبت كل الإجابات الصحيحة يا فاطمة. أما الفقرة تقول قرأت اليوم عن سيرة الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله، واسمه عبد الله بن حميد السالمي، عالم وشاعر عماني، ولد ونشأ في ولاية الرستاق. له مجموعة كبيرة من المؤلفات في علوم الشريعة واللغة والتاريخ، منها جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، وتحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. شكرا لك يا صديقتي فاطمة على هذه المكالمة الجميلة، وأكيد ربحت معنا 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أما الحين خلينا نشوف إيش معنا من الفقرات الجميلة يا خديجة. شكرا لك يا يزيد. وصلنا أصدقاء الأطفال للسحب، رح نسحب على 200 ريال عماني لفائزين، لكل فائز 100 ريال عماني. طرحنا سؤال الأسبوع الماضي وهو من مؤلف موسوعة عمان عبر التاريخ، والإجابة هي رقم 1 وهو الشيخ سالم بن حمود السيابي. الحين خلونا نشوف أصحاب الحظوظ السعيدة ونشوف الرقم الأول معانا اللي فاز بمبلغ 100 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إذن نبارك لصاحب الحظ السعيد 9657777 9657777 100 ريال عماني، ألف مبروك. نبارك لصاحب الرقم الثاني 9760
4475970 4475 ريال عماني مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أصدقائي الأطفال نشوف سؤالنا القادم لمدة أسبوع إن شاء الله راح يكون، تقدروا من خلاله إنكم ترسلوا الرسالة النصية وتجاوبوا على الإجابة الصحيحة وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. نشوف السؤال ونرجع لكم، خلكم معنا. سؤالنا أصدقائي الأطفال، تقدروا أنكم تشاركوا لمدة أسبوع كامل، ودائما السؤال راح يظهر على شاشة التلفزيون سلطنة عمان مع أرقام المشاركة. كل التوفيق والحظ السعيد لكم أصدقائي الأطفال، ونبارك للفائزين أكيد. الحين متواصلين مع مواهبنا الحلوين ونروح لصديقنا عمر. عمر تتفضل معنا يا بطل، تعال يا عمر. شكرا يا زيد. كيف حالك يا عمر؟ بخير. عمر وين ابتسامتك الجميلة؟ أيوة ابتسم ابتسامة جميلة. عمر في أي صف؟ أول. صف الأول. تعرف من أي ولاية جاي زايرنا؟ لا. ما تعرف؟ أعرف. من أي ولاية؟ ولاية الخابورة. ولاية الخابورة ما شاء الله يا صديقنا. عمر إيش رح تقدم لنا؟ تمينة. نسمع يلا. الحمد لله الذي هدانا، آمين للدين والإسلام واجتبانا، آمين سبحانه من خالق سبحانه، آمين لفضله علمنا القرآن، آمين نحمده قه أن يحمد، آمين ثم صلت كلما الحادي حدا، آمين على النبي الهاشم محمد، آمين علمني معلم ما قصر، آمين رددني لدرس وكرر، آمين إني تعلمت الكتاب الأكبر، آمين حتى قرأت مثله كما قرأ، آمين جزاك الله والد الجنان، آمين وشيد الله لك البنيان، الجد والجدات لا تنساهما، آمين في جنة الخلد مع الولدان. ما شاء الله عليك يا صديقنا، يستاهل تحية، حيو. قدم لنا التيمينة، عندك شيء ثاني تقدم لنا إياه يا بطل؟ قصيدة. شعر؟ يلا نسمع القصيدة بصوت عالي. إلى قابوس قادنا، لا لا عفوا، إلى قابوس والدنا، أبكتبها بريح المسك والعنبر، قبل كم يوم منعيد، قبل لا يقبل 18 نوفمبر، يا عسى عمرك طويل، يا عساك بخير، عسى الله الله يقاضي إحسانك، بشعب كان ميدان، نظرة العمر ترضاكم، ولا سكرت بيبان، وضيت العمر كله في سبيل عمان. الله يحفظ لنا جلالة السلطان المعظم، والله يعطيه الصحة والعافية دائما، ونحن دائما نسعد برؤية جلالة السلطان المعظم بخير وبعافية. ما شاء الله عليك يا صديقنا، يستاهل تحية، حيو. شطور يا بطل، ايش حاب تصير لما تكبر يا عمر؟ طيار. طيار ما شاء الله، حاب يصير طيار. بما انك حاب تصير طيار، ايش لازم تسوي في المدرسة؟ اتعلم. تتعلم وتجتهد، تسمع كلام المعلمة، صحيح يا بطل؟ شطور. مع من زايرنا اليوم البرنامج؟ أبوي. أبوك، نوجه له تحية، ومرة ثانية لكل أولياء الأمور اللي حاضرين معانا. شكرا لك يا عمر، يستاهل تحية، حيو. حاب تقدم لنا شيء ثاني بعد عمر؟ ميدان. ميدان، نسمع الميدان يلا. يزيد هذا شغلك. تنادي بالسمن والسم بريال، وذاك السمن اللي تنادي به، تبع السمن والسمن بريال، ولا تبع اللي ينادي. ما شاء الله. يزيد عندك شيء ترد عليه؟ أكيد. يلا نسمع. ما شاء الله عليك يا صديقي، وهذا يقول لك الشايب فظلمه وعليه قابوس. الشايب فظلمه وعليه قابوس، وكان يسارق الشيخ من يوده، علينا من الشوق ينت حور، أبوي وحنا صغار مولانا،
تغادي عمان جنة حور من يود قابوس مولانا ذاك المطوع يمد عمره الله يدومه ويمد عمره لكن سلام وتحية عليه قابوس اللي مغرق الناس من يوده لكن سلام وتحية عليه قابوس اللي مغرق الناس من يوده وسلامتكم ما شاء الله عليك يا يزيد يستاهل تحية شكرا لك يا يزيد أيضا شكرا لك يا صديقنا شكرا لك يا عمر نروح لآخر صديق معانا اليوم صديقنا حسين حسين تتفضل معانا يا بطل تأخذ الميكروفون كيف حالك يا حسين حسين من أي ولاية زايرنا؟ بوشر من بوشر ما شاء الله حسين في أي صف؟ خامس صف الخامس إيش أكثر مادة تحبها؟ دراسات الدراسات تركز عليها أكثر شيء؟ إيه بما أنك يعني تحب مادة الدراسات مثلاً كذا عطنا بعض الأماكن المشهورة في سلطنة عمان قلاع أو حصون أفلاج مناطق سياحية أي شيء؟ قلعة نزوة قلعة نزوة صحيح بعد تعرف شيء؟ أحد الأفلاج المشهورة ما تعرف؟ طبعا عندنا الكثير من الأفلاج المشهورة التي تزخر بها السلطنة حسين إيش حب تصير لما تكبر؟ شرطي شرطي ما شاء الله إيش يسوي الشرطة يا حسين؟ معتز الحين أنت مفروض تسمع إيش يسوي الشرطة لأنك أنت حاب أنك تصير شرطي أيضا يلا إيش يسوي الشرطة يا حسين؟ ينظم المرور صحيح وأيضا يحمي الوطن ودائما الشرطة تكون في كل الأماكن هي دائما في الأمام حسين من على من طالع هناك من جاي معك اليوم عمي عمك نوجه له تحية أكيد حسين إيش راح تقدم لنا شعر عندك شعر حاب تقوله نسمع هذا الشعر وأنت تشوف على الكاميرا لكن ترفع صوتك يا بطل يلا وضحى من بنات العرب والريح ترتجي خيالها واثقا على صهوها ومجد فرسانها خلص الشعر كنا صغير شوية يا صديقنا ما شاء الله عليك يستاهل تحية حيو حسين خبرنا عن يومك في المدرسة إيش الأشياء اللي تسويها في المدرسة الأشياء اللي تتعلمها اللي تكتسبها وتستفيد منها مثلا في الصف إيش تسوي أنت وأصدقائك نشارك في النشاط تشاركوا في الأنشطة وتحب دائما تشارك وتركز مع المعلم كيف الدرجات الفصل الأول زين حلوة ما راح نسأل نحن كم كانت الدرجات بس بما انها زينة ان شاء الله تكون احسن وازين بعدين في الفصل الثاني ان شاء الله ان شاء الله يا حسين شكرا لك يا حسين تفضل مكانك شكرا لك وايضا انا راح ارجع مكاني الحين وما شاء الله عليهم اليوم اصدقائنا الاطفال الحلوين اللي شاركوا معانا مواهبهم جميلة وايضا ابداعاتهم جميلة وصلنا الحين الى ختام حلقتنا لهذا اليوم اصدقائي الاطفال شكرا لكم لمتابعتكم الطيبة شكرا لأصدقائنا الحلوين اللي نورونا بمواهبهم المختلفة أيضا الشكر الجزيل لأولياء الأمور اللي دائما يوقفوا مع أبنائهم يساندوهم وأيضا يشاركوا معهم بمواهبهم المختلفة نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل كل جمعة وسبت من 9:30 وحتى 11:00 صباحا كونوا لنا من المتابعين إن شاء الله دمتم بخير ودمتم ودامت عمان الغالية في الأعالي دائما نشكركم على المتابعة ومع السلامة إذن أيها الأحبة وصلنا إلى ختام برنامجنا وبالتأكيد سعدنا وحلقنا وإياكم في سماء الإبداع والتميز مع كوكبة المواهب وسماع مشاركاتكم الطيبة ومختلف هذه الإبداعات الجميلة علم ومرح منكم وإليكم نلقاكم الأسبوع القادم وفي حفظ الله بالود والحب التقينا وبالود والحب نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل وأكيد اليوم سعدنا بالتواصل معكم وبسماع أصواتكم الجميلة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.